صباح الخير يا زمتوعين، مفتاح الفن الصباحي لشركة وينزر بروكر. هيدمار لكم كريم عيد اليوم 2 مارس 2021، هنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي. تداولات طبعا سلبية لليورو مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضات عنيفة خلال تداولات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية باعتباره الملاذ الآمن الأهم طبعا، وبدعم كمان من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. امبارح كان عندنا أخبار إيجابية على مستوى كل الأدوات المالية. امبارح كان عندنا مؤشر مدير المشتريات الصناعي الألماني لشهر فبراير اللي نتيجة أفضل متوقع 60.7 وغير متوقع 60.6. أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر مدير المشتريات الصناعي اللي بيصدر عن معهد إدارة التوريدات الـ ISM الشهري أيضا لشهر فبراير اللي نتيجة أفضل متوقع 60.8 وكان متوقع عليه 58.8. والنهاردة هنكون في انتظار بينينها مين من الولايات المتحدة من عفوا أوروبا، أهمهم أكيد معدل التغيير في البطالة الألمانية الشهري لشهر فبراير متوقع عليه يكون سالب 13,000 والشهر الماضي كان سالب 41,000. ايضا مؤشر اسعار المستهلكين السنوي الشهري لشهر فبراير متوقع ل 9 من 10، ودي كانت نفس نتيجه الشهر الماضي. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء السلبي الكبير على ذوق اليورو مقابل الدولار الامريكي وثباته اسفل ال 20.55 نقطه المحوريه الهامه والقويه. أداء سلبي على مؤشر الـ EMA، أداء سلبي على الفلات تريند، وتقاطع متوسطات سعر الأسفل والمسافة بينهم بتدل أكيد على قوة الاتجاه، وابتعاد السعر عنهم كمان بيدل على قوة الاتجاه. ولذلك نتوقع مزيد من الأداء السلبي بشرط كسر 19.85 عشان يروح ل 19.20 وراها 18.60، مرة تانية كسر 19.85 وراها 19.20 وراها 18.60. السيناريو الآخر المعاكس اتحقق بكسر ال 21.40 عشان يروح لل 90 وراها ل 22.50. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.